مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ يا رب تكونوا بصحة وعافية. اليوم راح نسوي الزردة الصفرة الحلوة والبيضة بالحليب. هنا المواد عندي 1 كوب تمن رز، 2 كوب مي، نص كوب سكر، نص كوب حليب، ملعقة كوب زبد، ملعقة صغيرة نهيل، وصبغة زردة أو زعفران، وقرفة للتزيين. هنا نخلي التمن، طبعا أنا منقعته قبل ساعتين لأنه أنا عندي بسمكي ما عندي من هذا الناعم. ندير عليه 2 كوب المي ونبقى ننتظره ونخوطه لحد ما ينشف المي مالته تماما. من نشوف الحباية مالته استوت نجيب المكسر على مود نمرده. ضروري ينشف المي مالته لأنه من حنخلي السكر حيصير بيه مي احنا نسميها تحولل أو تفك وفصير لينة، فضروري ينشف المي مالتها. هنا بعد ما مردناه بالمكسر مثل ما تشوفون قدامكم نخلطه خلطة زينة، ونجيب جدر ثاني على مود نقسم الخليط بالنص. الآن حسويها واحدة بالحليب أو واحدة صفرة حلوة. بالحليب مو حلوة، ما أخلي لها شكر نهائيا. هنا نخلي هيل على الجدرين، ورح أجيب السكر أدير عليها. هنا قدامكم أنا خالة كوب، بس هو أنا حستعمل نص كوب فقط لأنه أنا كوب تمن بنص كوب سكر لأن قسمته. لو الكوب كليته مال التمن بجدر واحد مثلا تريدوها بالصفرة تخلون الكوب كليته. هنا مثل ما تشوفون قدامكم درت الحليب على الجدر الثاني، النص الخليط سويناه ونخوطه كل الزين، وراح اعوفه على نار هادئة على مود تستوي لان انا كنت معلية النار كليتها. نجيب هذا الجدر نكمل الشغل بي، وظليت اني من جدر الجدر. هنا نجيب صبغ الزردة او الزعفران، اثنيناتهم بودرة، نخلطهم بمي قليل على صفحة وندير عليهم. ما نديره كليته لان احنا ما نحبها كلش تصير برتقالي، نفس هذا اللون كلش حلو على صفارة. نخوط بيها ونعوفها تتهدر او تستوي كل الزين ونبدي بيها. اخير شي هنا نضيف الزبد، ملعقة صغيرة من الزبد نضيفها عليها تطلع طعمها كلش طيب، واصلا هي صارت كلش طيبة ما احكي لكم عليها. نخوط خوطة اخيرة هنا او الحليب وصارت كل الزينة. هنا بعد ما استوت نجيب معون التقديم على مود نقدم بيه. انتو هنا اذا الزردة مالتكم كلش لينة ما يحتاج تجيبون كاسة على مود التزيين. اذا اردتوا تزيينها مثل تزييني انا اردت اسويها هلال وقمر، فلان انا ثخينة جبت كاسة على مود اسوي الهلال. هنا نعدله ونخلي البيضة اللي هي على شكل قمر ونعدلها، انتو براحتكم التزيين اللي تريدوه. اكو ناس تسوي بالصفرة، واكو ناس تسوي صفرة وبيضة، واكو ناس تسوي عليها دهن تحرق الدهن على النار وتدير عليها، كل شي براحتكم. بس اني هذا التزيين اللي دا شوف لكم اياه قدامكم اني اللي سويته. هنا عندي قلب ووردة على مود القرفة او الدارسين اسوي شكل عليها، فعندي هاي الاشكال راح اسوي عليها دارسين. اكو ناس تكتب عليها اسماء او تخلي بالحافات الشكل اللي انتو تريدو. انا هنا خليت قلب ووردة، اتمنى تجربوها على طريقتي وطعمها كلش طيب. واتمنى ما تنسوني بالدعم والاشتراك وتشتركون بقناة الانستغرام موجودة يمكم، وسهمكم العافية ومع السلامة.